ليلي، أول حاجة اتكلمنا عنها إن إحنا عندنا sounds. We have 26 letters و 46 sounds. ممكن كده تفكريني أول حاجة ليلي بالفاول؟ مين هما الفاول دي يا ليلي؟ وال E وال I وال O وال U. A و E و I و O و U. هو أخدنا بعد كده إن الفرق بين الفاولز والكونسنانتس او الحروف اللي هي مش فاولز، الليترز اللي مش فاولز، اللي هي الساوند. الفاولز عندها كام ساوند يا ليلي؟ تو ساوند. قلي صوتك شويه. طب الكونسنانتس عندها كام فاول؟ وان فاول. يبقى انا عندي تو ساوند وان ساوند بس للكونسنانت او الحروف العاديه جدا، الليتر العاديه جدا، زي بي ب سي ك دي د اف جي ج H, H, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N. أخذنا قبل كمان P, P, P اللي فيها هواء، كنا كده بنطير ورقة حطينا على إيدينا. P, Q, Q, R, R, S, T, T. طيب ناخد بقى المجموعة الجديدة يلا كرولوس. ال V. V, V. يلا قول مع المس. حط ايدك كده على 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 زورك، حط ايدك على زورك يا كرولوس عند رقبتك كده، حط ايدك على رقبتك وقول قول الساوند بتاع ال قول. حاسس ان في صوت حركه في زورك ولا ما فيش فايبريشن في زورك؟ في زورك. طب تعالى جرب كده الفي، حط ايدك على زورك كده، شايف الحركة اللي بتحصل في زورك؟ اعمل كده، اعملها. عايزاكم تعملوا كده معايا. بصوا سامعين 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 زوركم ازاي بيعمل الصوت ده؟ هو ده الفرق بين ال وال. الفرق بينهم اللي هو بنطلع فايبريشن زي هزه صغيره كده كده بزورنا. يلا ارفع ايدك فوق، ارفع ايدك فوق يا كرولوس، ارفع ايدك فوق. رايز يور هاند. اوكي ده الدبليو. الدبليو وهي بترفع ايديها لفوق بتقول ايه؟ واو واو. لا ايديك الاثنين زي الدبليو، مش الدبليو رفع ايديها الاثنين لفوق، ارفع ايديك الاثنين فوق جامد زي الدبليو، بتقول ايه الدبليو؟ واو واو واو. الدبليو بتقول ايه؟ واو و و الدبليو ساوند بتاعها. معلش هو احمد مصطفى دخل؟ احمد مصطفى يبقى الدبليو رفع ايديها لفوق يا كرولوس. يلا يا ريز يور هاند، يلا يلا عشان تعملها. و و و واو 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 واو. اكس، الاكس عندها تو ساوند يا، عندها لو جت في الاول الكلام هتتنطق اكس، ولو جت في عادي في نص الكلام هتنطق اكس اكس زي بوكس. قول اكس اكس اكس. واي نيجي بقى للزي بقى صاحبتنا اللي بتعمل كهربا كده. اعمل كهربا، يلا اعمل كهربا. اوكي كرولوس، يلا يلا يا جودي. جودي في ف. جودي بي ز W. يلا raise your hand. واو و و و و واو. X X X. Y Y Y. Z بتاعت الكهرباء بتاعتنا. اعملي صوت، سمعيني صوتك يا جودي. اوكي يلا يا حازم. فيف فيف. ثانك يو جودي. فيف فيف. دبليو يلا ريز يور هاند، فوق فوق خالص.
واو و و و دبليو واو و و و و اكس اكس حازم اكس 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 واي ي حازم واي ي واي دكس ايه زي ز زي ز كي يلا اروى في ف في ف دبليو و دبليو و اكس 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 واي ي واي ز زي ز زي ز نفتكر كده ان هي صوت الكهرباء ز كي يلا يا سندس في ف سندس في ف في و و و اكس 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 واي واي زيز سيس يلا يا احمد فيف ثانك يو يا الله احمد 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 عز ايوه ماشي يلا حبيبي فيف فيف دبليو W X X X X Y Y Z Z Z Okay, يلا يا ملك فيف فيف W W X X X X Y Y زيز زيز يلا نور فيف فيف دبليو و دبليو و اكس 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 واي ي واي ي زيز زيز اوكي يلا يا هاجر فيف W W W W they wow W W W X X X X Y Y Z Z W Z Z ز اوكي يلا محمد محي محمد نعم يا محمد في ف في ف دبليو و دبليو و اكس اكس ز اكس واي ي و واي ي ي ي Z Z Z Thank you يا محمد يلا أحمد مصطفى يلا يا مصطفى وليد مصطفى وليد في ف يا مصطفى قول معايا يا حبيبي ناس في ف في ف دبليو و و و دبليو و اكس 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 اكس
واي ي واي ي زيز زيز. Thank you مصطفى. رينات دخلتي يا رينات؟ اوكي يلا يا سارة. زيز سارة. نعم يا مس. يلا حبيبتي. زيز زيز دبليو و دبليو و اكس اكس واي 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 زيز زيز ايا زيز زيز دبليو و دبليو و اكس 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 واي ي واي Z. لا ريان اسمه مكتوب بعد فاطمة فهنمشي بالدور. اوكي ايا يلا يا فاطمة. فيز دبليو و و دبليو و اكس 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 واي ي واي ي دي Okay. يلا يا ريان. V-Z V-Z W-W W-W X-X X-Z Y-Y Y-Y عليكم السلام مامة أحمد صح؟ أيوة زي حضرتك تمام الحمد لله. Y-Y يلا يا ريان. Y-Y Y-Y Z Z Z Z يلا محمد. V Z V Z W W W W X X X X Y Y Y Y Z Z Z Z كي لأحمد مصطفى. V V V V W ترفع ايديها لفوق بتقول واو ال W sound بتاعها و و لكنها رفع ايديها لفوق يا أحمد وبتقول واو و W و X X X X Y دي واي شيء يعني نحكي عنها كتير يا أحمد. Z Z Z Thank you. كده أنا دول الأسماء اللي متسجلة عندي ودول اللي هيتكلموا معايا والباقي بقى يبقى يكلمني على الخاص وشوف ريتاج وجنى ولوجي دخل جديد كده حد كده حد نجيب كده. اوكي بروحة بقى. أخذنا أول حاجة في الفاولز هو الـ A وقلنا الـ letter A ليها two sound. مرة بتعرف تقول صوتها اللي هو اسمه A sound A A كأننا بنفتح بقنا كده ونقول A وتعرفنا الطريقة ان احنا كل ما بندوس على البوينت دي بنطلع الساوند ب A G ب A G. طيب تعالوا بقى اعلمكم لعبة جميلة جدا احكي لكم قصة حلوة جدا. لو انا دلوقتي عندي الفاولز الشقاي ممكن كده نقول الفاولز الشقاي. قولي كده الفاولز الشقاي يلا يا كرولوس عشان ليلي قالته قبل كده. مين هما الفاولز؟ يلا كرولوس مين هما الفاولز؟ الاي والاي والاي والاو واليو. الاي والاي والاي والاو واليو. الفاولز دول يا بلو تيم
بيحبوا بعضهم جدا 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 وبيدافعوا عن بعضهم جدا 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 وبيساعدوا بعضهم. وبصوا صحاب بيحبوا بعض جدا، هما ساعات بيتخانقوا مع بعض عشان شقاي لما بيقعدوا جنب بعض، لكن غير كده هما اصحاب وبيحبوا يساعدوا بعضهم. وكمان على فكره الواي كمان ليها اكتر من ساوند، فالواي بتعمل معاهم وبتحب تكون وسطيهم وبتحبهم جدا، بس احنا هنحكي عن الواي شويه كده. فالاي والاي والاي والاو واليو بيخافوا من الليدرز الثانيه. يعني ايه بيخافوا؟ بيخافوا من البي والسي والدي، عشان البي والسي والدي ما بيعرفوش يقولوا غير وان ساوند بس. البي بي سي لما تكون لوحديها تقول ك، كل واحده فيهم من الليدرز الثانيه مش اصحابهم ليهم وان ساوند بس. طيب ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي لو انا عملت مثلا بي و A و G؟ ال A هتبص حواليها كده هتلاقيش حد من أصحابها خالص، مش هتلاقي ال E ولا ال I ولا ال O ولا ال U، مش لاقي حد من أصحابها خالص. طب إيه مالها؟ تعمل إيه بقى؟ تفضل تقول أنا بعرف أقول اسمي وبعرف أقول صوتي، وإنت يا بي ما بتعرفش تقول غير الساوند بتاعك بس، ما بتعرفش تقول غير الساوند بتاعك بس، one sound. لكن أنا عندي two sound. فالبي يقول لها عادي ساكتة يا إيه عشان أنا ما اتعصبش عليكي. تجي بقى الجي، الاي تبصي للجي تقول لها إيه؟ أنا vowel بعرف أقول اسمي وبعرف أقول sound بتاعي صوتي، أنت بتعرف تقول sound بتاعك بس. الجي تقول لها اقعدي ساكتة يا ايه عشان ما نضربكيش انا والبي. فالايه تبص حواليها ما تلاقيش حد من اصحابها خالص. فهم قالوا لها لو قلتي اسمك اللي هو الصوت التاني بتاعها، لو قلتي اسمك ايه احنا هنضربك. فهي تقعد كده تبص ما تلاقيش حد يساعدها، فما بتعرفش غير تقول الساوند بتاعها بس اللي هو اه عشان هي ما عندهاش حد يساعدها. طيب بص بقى القصة التانية دي، لقينا الجي والاي والام والاي. الاي والاي من الحروف الاصحاب مع بعض والفاولز الشقاي. الاي تبص للجي تقول لها ايه؟ تقول لها ايه يا جودي؟ تقول لها انا بعرف اقول اسمي وبعرف اقول الساوند بتاعي، لكن انت بتقولي الساوند بتاعك بس. الجي ترد عليها تقول لها اقعدي ساكته يا ايه عشان ما نزعلش منك. تبص للام، انا بعرف اقول اسمي وبعرف اقول الساوند بتاعي، لكن انت بتقول الساوند بس. الام يزعل منها ويتفقوا ان هم يضربوها. هي بقى تبص حواليها تلاقي مين حواليها؟ شايفين مين حواليها؟ مين معاها؟ صاحبتها ايه. تروح الاي تقول اسمها وتجري تهرب، وهم الاثنين بقى ما يلاقوش الاي يروح يضربوا في مين وما يخلوهاش تتكلم؟ الاي. وده اللي بيحصل عشان خاطر الاي تعرف تقول اسمها. لما تقول اسمها الجي والام يضربوا الليدر التاني او الفاول التاني اللي معاها. طيب تعالى هوريكم هنا ده بيتنطقوا ازاي ودول نقولهم ازاي. احنا اتفقنا ان كل بوينت او النقطة دي هندوس عليها هنطلع الساوند. ب آ ج باج. بصوا هنا بقى ج اي اي هتقول اسمها وتجري اي جيم. فشايفين الفرق؟ اي اي. شفتوا جت ازاي؟ القصه كلها بتقول ان الفاولز هي عندها تو ساوند. امتى بقى بتقول صوتها ساوند وامتى بتقول اسمها؟ ما تقدرش الفاول تقول اسمها غير لما يكون معاها واحد اخوها او صاحبها تاني. ما ينفعش تقول اسمها لوحديها، ما ينفعش تقول اسمها لوحديها يا بلو تيم، لازم يكون معاها واحد تاني. فايه اللي يحصل؟ الاول يقول اسمه ويجري والتاني ما يقولش حاجه. هندرب احنا النهارده على اللونج ساوند او الصوت الطويل اللي هو الاي بتقول اسمها. هنبدا بحازم. يلا حازم، بعد كده نرجع تاني لكرولوس ويا حازم. نعم يا ماس. يلا نبدأ. اوكي تعالى بالراحة. لو انا عندي S A M
لما بنعمل ريدنج بنقرا من الشمال لحد اليمين. فانت عندك هنا الاي هنا يا حازم، هتقول اسمها اي ولا هتقول الساوند بتاعها ايه؟ هتقول اسمها. بتقول اسمها. اوكي، ليه هتقول اسمها؟ عشان عندها واحد زيها الاي. عشان هي معاها واحد زيها، يبقى الاي هنا اه بتعرف تقول اسمها اي وبتعرف تقول الساوند بتاعها اه. طب تبص حواليها تلقى الاي، تقول اسمها وتجري واحنا نضرب وهم يضربوا في مين وتقعد ساكته؟ تضرب الاي ويضربوا في الاي. اوكي يلا هحط ايدي على الليدر وبعد كده نشوف هنقراها ازاي. ها يلا ابدا. لا مش س، مش س، ما اسمهاش س، ما س ام. ثواني بالراحه كده، خلي بالك ان الاي مش هنقولها ا، هنقولها اي س اي م س اي م. اعمل كده زي يلا. مش سامع يا حازم. اي م تيم 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 اي م. يبقى على بعض سيم اي م. على بعض سيم سيم. اوكي طيب تعالى يلا يا اروى. اروى اروى تعالى كده يا اروى. لو انا عندي ام اي اي ان، عندي كام فاول يا اروى هنا؟ كام فاول؟ عندي اثنين. تو فاولز. طيب لو انت عندك تو فاولز لازم الاول يقول ايه والتاني يقول ايه؟ مش سامعاكي، حد رن عليا على الواتس. يا اروى كام فاول عندك؟ كام فاول؟ اثنين يا مس. تو فاولز، يبقى مين فيهم اللي هيقول اسم ومين فيهم هيتضرب؟ الاي هتقول اسمها والاي مش هتضرب، والاي هيضربوها عشان هي تقول اسمها وتجري والاي تقعد ساكته. طب يلا ريد. يلا قولي. ايه مين ما يس. لا بالراحه بالراحه. م اي ن عادي هنا. اي ن مين ما مي اي. انا عايزاكي تقولي اي مين مين. يلا سندس سندس تعالي نجرب كده مع بعض. سندس ثواني. سندس ال اي كي اي، عندك كام فاول يا سندس هنا؟ اثنين. تو فاولز اللي هما مين ومين؟ الاي والاي. لا احنا بصي دايما تخليكي في الشمال، الاي الاول ده اسمه الاول بتاعنا وده اسمه الثاني. الانجليش بنعمله كده من الشمال، اي واي اي واي. قولي طب يا سندس مين فيهم اللي هيقول اسمه ومين فيهم هيضربوه؟ الاي هتجري والاي هيضربوه. طب مين برضو اللي هيقول اسمهم دول هيضربوهم؟ طب الاي هتقول اسمها ولا تقول الساوند بتاعها اه؟ هتقول اسمها والساوند وهتروح تكبر وهم هيضربوا الاي. طب سندس ثانيه، هتقول اسمها والساوند ولا اسمها بس؟ اسمها
اسمها بس. طب اسمها ايه هي؟ اسمها اي. لا ايه اي اسمها ايه؟ اي ايه. طب يلا لا بصي قوليها صح يا شمس. اي 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 طب يلا يلا دينا دوسنا على ال ال ل ل اي ك ك ك ل اي ك اي ك ل اي ك لا اي ك. طب تعرفي بقى يا سندس تجيبيهم كده على بعض كلهم من غير ما تقفلي بقك بين كل واحده وواحده؟ حاولي. نو لا تلايك ليك. خلي الاي تقول اسمها اي ليك ليك. احمد اوكي ثانك يو سندس. احمد اوكي يا احمد يلا. R A I N اول حاجه احنا عندنا كام فاول عندك يا احمد؟ دي مش 3 هنا في 3 فاولز 2 يا مس 2 فاولز اللي هم الاي والاي. طيب التو فاولز دول مين فيهم هيقول اسمه ولا صوته ومين فيهم هيقعد مش هيتكلم خالص؟ الاي هتقول صوتها والاي مش هيقول حاجه. طيب لما يكون عندنا تو فاولز يا احمد الاول يقول اسمه ويجري والتاني ما يقولش حاجه. قول معايا يا احمد الاول يقول ايه؟ الاول يقول اسمه ويجري والتاني ما يقولش حاجه. اسمه مش الساوند بتاعه. اسمه ايه والتاني ما يقولش حاجه يقعد ساكت. طب يلا ريد. ري ري ر ر ن اي ن رين رين رين. شفت سمعت صوت الاي اي اي اي. لازم لما يكون عندي تو فاولز نعمل ايه يا ملك؟ يلا يا ملك دورك نعمل ايه يا ملك؟ الاول يقول اسمه التاني ما يقولش حاجه. الاول يقول اسمه والتاني ما يقولش حاجه. لا ريد هنا ريد هنا. يلا اف يلا ملك اف صوتها ايه بقى؟ سي اي يس سم مش سم. لا 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 مش سم. بصي سي اي سيم سيم سيم